عمرك فكرت الشركة اللي هتشتغل فيها في ألمانيا هل هي شركة كويسة زي ما باين من إعلان الوظيفة ولا لأ؟ هل فعلا هيدوني حقي؟ هل الشركة دي بتدفع المرتب اللي بنتفق عليه؟ هل الشركة بتعامل موظفينها كويس أو لأ؟ هل بتطورهم وبتعمل لهم فايتا بيلدونج ولا لأ؟ وأسئلة تانية كتير بتيجي في بالنا لما بيكون جاي لنا عرض شغل في مكان جديد. لأ، ومش أي مكان، وخاصة في دولة غير دولتك وحياة مختلفة تماما بتخليك تفكر وقلقان وتقرر انك لازم تنجح فيها. تعال اقولك على كنز اسمه كنونو وجيهالت. دي مش بس مواقع، دي ادوات للشغل هتساعدك جدا انك تقلل الريسك. اولا كنونو هو موقع الماني، هو من اشهر المنصات في اوروبا وخاصة في المانيا والنمسا. بيسمح انك تعرف تقييمات الموظفين للشركات، يعني لو ناوي تقدم في شركة بتعرف الدنيا ماشية ازاي، التعامل عامل ازاي، وهل في توازن بين الحياة والشغل ولا لأ، وبتعرف كمان مميزات وعيوب الشركة وهل هتستاهل ولا هتضيع وقتك فيها. يعني ببساطة موقع هيفتح عينيك. تاني حاجة جيهالت، ده بقى حاجة مش هتلاقيها بسهولة، هتخليك تعرف تجاوب على السؤال بتاع متوقع المرتب يبقى كام، عشان هو بيوريك متوسط الرواتب في ألمانيا، فهيساعدك تعرف مستوى المرتبات وتقارن بين الشركات، وهتحسب كمان الضرائب وتقدر تعرف صافي المرتب اللي هيدخلك شهريا. جربوا ادخلوا الموقعين دلوقتي واكتبولي رأيكم، وانا هسيب اللينك الموقعين في اول كومنت، ودمتم مسافرين.